إلى شأن آخر، خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع بعد دعوات من ناشطين إلى الإضراب العام، وتوقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولا إلى النجف والناصرية، فيما أقدم المتظاهرون في مدينة البصرة على حرق إطارات لقطع الطرق. بعد حالة من الهدوء النسبي سادت ساحات الاعتصام في شوارع بغداد ليلة أمس، عاد المتظاهرون صباحا من جديد للشارع، إذ شهدت أربع محافظات مظاهرات أمام الدوائر الحكومية عقب اضطرابات واسعة دعا إليها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي. الميناء ما مقصر عندنا، الخور عندنا، الشعيبة عندنا، المصافي عندنا، من تتعطل هذه يوصل صوتنا لبغداد. ما غايتنا المحافظات ولا غايتنا عذرا للمواطنين، جاي يتعاونون ويانا الشرطة والجيش. حراك هو الأكبر منذ مطلع الشهر الماضي، يشمل الدوائر الحكومية والخاصة على رأسها المدارس والجامعات، رغم معارضة وزارتي التربية والتعليم. ورغم ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى لأكثر من 300 قتيل وأكثر من 5000 جريح، فإن ساحات التظاهر رحبت بقرار الإضراب الطوعي. من جانبها أقرت الحكومة نشر تعزيزات أمنية بعد اتهامها المظاهرات الشعبية بالعبث والتخريب، وفي ظل تمسك عادل عبد المهدي بالحكومة ورفضه الاستقالة فإن الدعوات للاحتجاجات تستمر، فالنشطاء أعلنوا عن تظاهرة غدا تحت مسمى يوم الضجيج.